بلد التطور والتكنولوجيا، اليابان هو في طريقه لأن يصبح أيضا بلد كرة القدم. المتتبع لمشوار المنتخب الياباني يتأكد أن المستقبل القريب لهذا المنتخب يعد بالكثير. اليابانيون لا زالوا يتذكرون بكثير من الحسرة والأسى هدف التعادل الذي سجله المنتخب العراقي في مرمى منتخب بلادهم في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي جمعتهم عام 93 وحرم اليابان من تحقيق حلم المشاركة الأولى في المونديال، وحينها كان الكل قد حضر لإعلان الأفراح. هذه الأفراح حق لها أن تنطلق في مونديال فرنسا عام 98 بعدما تمكن المنتخب من إحراز بطاقة التأهل إلى المونديال لأول مرة في تاريخه، وهي نتيجة كبيرة لليابانيين بعد السياسة الحكيمة للاتحاد الياباني الذي مهد الطريق لتكوين منتخب قوي. المنتخب الياباني أكد على قوته في كأس آسيا بعدما أحرز اللقب، وأضاف إلى ذلك لقبا عالميا هو كأس القارات تحت قيادة المدرب الفرنسي الجريء فيليب تروسي. هذا الأخير تمكن من خلق ديناميكية جديدة في صفوف المنتخب، ولأن اليابان أحد منظمي كأس العالم فسيشارك للمرة الثانية في المونديال. فيليب تروسي سيعتمد على سرعة اللاعبين الخارقة بالإضافة إلى الطريقة الجماعية الممتعة التي يطبقها المنتخب، وهو يمتلك مجموعة لاعبين مهرة بقيادة النجم نكت لتكون مشاركة اليابان فوق أرضه وبين جماهيره تحت عنوان التأهل إلى الدور الثاني، ومن ثم كل شيء سيصب حتما في نطاق وخانة النتائج الإيجابية. الرجل الياباني الذي أثبت جدارته على كافة الأصعدة سيثبت أيضا أنه قادر على تقديم منتخب قوي حتى ولو كان تحت قيادة رجل فرنسي يدعى فيليب تروسي.